السلام عليكم شباب، حياكم الله. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. ما مشترك بالقناه خليه يشترك، فعل الجرس، لايك، تعليق. طبعا اهلا وسهلا باخوتنا اللي يتابعونا من قناه اخويا ابو علاء وسطح المميز. حياكم الله شباب جميعا، ان شاء الله هذا قناتكم، ان شاء الله نتونس سوا، وحياكم الله. طبعا اليوم فردت البيض كلهن، حسبتهن. طبعا من نقصات وهاي من نقصات، يعني اللي ماتن واللي ضاعن واللي ما ادري بيه هنا اصلا. طبعا انا البارحه منظف وباع الريش، والله البارحه منظف، لان هسه هذا موسم شباب تبديل الريش كله. عيني شباب، فالبارحه ما ادري ايش اقول لكم، والله راح من بالي. المهم هاي الطيور البيض بعسون ريشت كل الطشر، الحساسية قابة. فردتهن شباب، فردت اللي في حلة واحد طوار واحد وحسبتهن. طبعا هم مضي ضايع من عدن الطيور، لان نقص. انا عفتهن الحمد لله، عفتهن تقريبا 96 هيجي كانن. المهم هسه باقيات تقريبا 88 هاي البيض. فطلعا تقريبا 45 فحل و44 طيرة هيجي، يعني فرق تك 43 طيرة و45 فحل. المهم هسه فتحت بس اللي في حلة هاي، ان شاء الله هسه فارد هناني، يعني من فد 10 ايام مفروضات يرتاحن الطواير، ومن ال 10 ايام ان شاء الله نرجع نطبقهن، خاطر نشوف الحلق يعني، وراح اشملهن اسويهن فد 50 فحل 50 طيره، حتى انزق انزقه واحده اذا الله راد وسهل. هاي الطواير خليتني نشوف ذاك البرج اللي نطلع له، نزلتني يمكن 44 45 طيره ما اعرف، فراح اجيب طيره للاسود يعني. ان شاء الله انا ما رايح للسوق والله، بس ان شاء الله امر للسوق اجيب طيره للفحل الاسود، حتى يسيد يزوج له طيره سوداء، ونشوف بعد شنو اللي نقص عندي. اجيب بس بيض، يعني هيك شكل ما اجيب شباب، هذا الشكل اللي تشوفوه هذا ما اجيبه، اجيب هيك اشكال بيض. واذا لقيت لي سطح بيض ان شاء الله يعني 30 40 هم اجيبهن، ماكو مشكله، حتى ان شاء الله الموسم هذا على الشتاء اردكم وياي بالقناه نتونس خوش، ونسعى علينا اذا الله خلانا طيبين، ان شاء الله نتونس ونسى مرتب عليها. هذا لا تتذكروه مره سته قبل خليت له حلقه خضرة بوق، اذا واقع الحلقه منه والله خوش طير بوق جريت وياها. هذا همين اذا تتذكروا سته مره، شوفوا او الصبغ الازرق هم عفته وياها انصار، وبعد واحد هم بحلقتين هم جلد داخل بحلقتين، هذا شوفوا على الحائط بحلقه صفراء وحلقه هاي التلبيس مال الزاجل، هذا مو مات الطير نذني صدتين ثلاثتين وعفتين وياهن. ان شاء الله هسه همين منتظر ابو الاخشاب يجيني ليجيب لي الاخشاب مال القفص الفوق، حتى اذا الله سهل وراد يعني اليوم بالليل ابلش بيه القفص ان شاء الله يكمل. شوف التعليقات على جمال البارحة يا جماعة الحمر، دللتكم ما قصرت وياكم، لا تقولون اليوم جماعة التور شوية نفرغ لهم، وهذا تصوير بسيط جماعة الزاجل. هاي الشتريات شباب دي بدعن والله، تدرون شباب هاي الشتريات تك من ادهن، هو هذا يمكن لو هذا لو اخو ما اعرف، بيت مرتين بيت ورجع ثاني يوم، فهاي ان شاء الله الزواج خبطناهن سوا دفراخ والكبار.
بلا سوى سويناه هذا الشتر الله. تجربة شباب أنا شفت ولد ابن قال لي شنو واحد من الشباب معلق لي ليش خالي ويا الزواج لك واحد يخلي شتر ويا الزواج. هي تجربة سويناها نشوف إن يوقفن ما يوقفن. وقفن والله شوف وقفن بس شوية جنحن سريع بس أنا جا أسوي يعني جاي أطيرن ويا البيض ويا البيض جاي أطيرهن والأمور طيبة إن شاء الله يطير إن شاء الله عايش تبع عيون بيضة حتى سلال ما خالي بين والله شفتكم بيضات من هاي اللقطة. وهاي صفحة الفرخات نشيل عليها طبعا الفورس حتى لا ينضرب شوفوا هاي الشتريات هذا واحد والثاني ذاك وراه فات ورا الزازي ما يبين ذاك يبين هسه بعد راح نسوي هنا هم ترتيبات بهذا القفص يعني بعده ما كامل هذا القفص هم من الطول للطول راح تقعد به خانات او انقل هاي الخانات احتمال يعني اكو ترتيب جديد ان شاء الله اذا الله راد وسهل. وذاك البرج القديم اللي ذكرون متابعين القديمين يتذكرون ذاك البرج كان مال المحل المفروضة هسه المفروضة صارت فوق. ها شباب شلونكم عيني طبعا يم الحمر حاليا يعني كالمعتاد اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك هالأمور ترتيبات. تحياتي لكم. هاي الخشب هسه اجى انا وصيته حاليا نجي هذا الخشب راح يصير من يم الخشب تقريبا اوضح لكم من يم الخشب للدنقة راح يصير برج بعلو الستارة راح يصير بيه بوابة شلون كواخات مال الزواج اللي يطبن من الحمام ويطلعن براحتن. ان شاء الله الفرخات التور الفرخات الاجنبيات والشتريات وهالامور راح تصعدن فوق حتى يدشرن على هذا البرج على هذا المحطاط على هذا البرج حيث هواي مكان للدشر ونخلي الجو بس للعراقيات. وهذا برج خاص تخريج الفرخات فرخات الاجنبيات فقط يعني ما اخلي بيه عدد هواي وما اخلي بيه عراقيات تصعد عندي 10 15 20 فرخه خليهن بيه راح اسوي بيه ترتيب حلو ان شاء الله. وهاي الحمور وين هذا الزوج الابيض هذا الزوج الابيض ذاك ما راح اقلبها للدنيا قلب وهم ضاع ورجع لا ما انا ما شكلنا ولا لزمنا ولا كمشنا عفناه هيك على حطيته بس هذا طاب هنا شباب هذا همين يعني علاج مو علاج فيتامينات مجموعة فيتامينات بنجاسول اسمه هذا موجود يعني بشارع فلسطين عند اغلب ما اريد اذكر اسم مكتب واحد يعني موجود بشارع فلسطين كتبوا اسم العلاج على اليوتيوب يطلع لكم كتبوا على الفيسبوك يطلع لكم هذا مجموعة فيتامينات كاملة هاي بالصيف يفيد كل شيء يفيد الحمام يعني تقدر تستخدمه مرة بالاسبوع مرتين بالاسبوع يفيدك ما شاء الله انواع الاعلام ان شاء الله قريت لكم النشرة مالته بس وين همان الفيتامينات ما ادري اشوفها بي اشكال الوان شباب كل انجليزي وكتابة ناعمة وانا شوية اللغة مو كلش قوية يعني اعرف لاني على اعتبار انه انا رجال خريج مو نقول لكم اسمه بنجاسول اسمه انتو تجيبوه استخدموه ومر علي الاخ ابو اي همين اخذ زوج حمام بالعافيه عليه واحد المتابعين طبعا هو والاخ ابو كربله
يوسف الطاي هم يراسلني على الواتساب. هم اليوم دزيت له 3 زواج وتك. هم هو كان حاجز 3 زواج بس سبحان الله اكو طيره شويه توجعت يمي من الحاجزين. فاتصلت بي قلت لها ترى شويه الطيره هاي وجعانه يعني راح ادز لك اياها عالجها وراح ادز لك وحده اضافيه حتى يعني هاي طيره الوجعانه تعتبر هديه. فدزيت لدني اليوم وصل له بالعافيه عليه. هو رايح خطيه دي يشوف سايق الكربلة السواق يقول 80. قلت له عمي السايق من الكربلة للجراج ب 20 ب 15 ألف تحجز لي كرتونه نفر ومن بغداد الكربلة 10 آلاف بالزايد. المهم لاقي سايق واليوم وصل له الحمام ان شاء الله دي يشوف خير هنو بالعافيه عليه. والاخ ابوي هم صار مرتين يجيني هم بالعافيه عليه. طبعا الحمر هذا القفص ان شاء الله منه كمله شباب ويترتب ان شاء الله. راح انشر لكم اياه وراح اصبغه فد لون مميز يعني شويه راح نعتني به هذا القفص. ومصعد بيه عندي الوجبه مال الفرخات هسه انزل اصور لكم اياها. سحبت شويه اليوم يم الحمر بدي اصور لكم الظهر هسه والله شباب حاره بس شنو لين عندي طلع العصر ارد اصور وانشر قبل لا اطلع حتى ما يعني دا اسوي بين يوم ويوم المنشورات او كل يوم شويه هالقعده مال عيد اكو اني والله خبلني. هاي طبعا طيره هاي طيره هاي واني شكلها قلت خاف فحل. فش تقولون طيره لو فحل لا شك بها طيره لان هذا فحل هيات الاجهزه. اذا هاي طيره اصور يعني الطيور مسيته طواير وفحله تمام ما يحتاج اشتري بس قلت اجيبها كان هي طيره والله ما طيره فحل يعني شنو معناها انت صعدت هنا. يلا عندي تقريبا فرخات راح اصعدها لهذا البرج الجديد هذا اني الزوج ان شاء الله يصعدها للبرج الجديد لان ايضا الزوج ان شاء الله للبرج الجديد. هاي الشتريات ما شاء الله حتى يتخرجن بصورة صحيحة وان شاء الله نتوفق بهم. هذا اني هم زوج شتر عتيدي هم يصعد للبرج الجديد عندي بالله بعد هذا اني 6 هسه فرحان صورتكم هذا الاثنين. هاي شلون السهم شوفوا شباب هاي 8 هذا 1 9 9 هنا عندنا هاي 2 11 هاي 2 هنا يعني 14 هذا ما اعرف خبرني والله كل شيء واقع 14 15 فرخ ان شاء الله اصعد لي جديد. هاي الفحل انعزت هنا هاي طيرة طالعة هاي طيرة يمكن هاي يمكن طيرة هاي هاي طيرة صور طيرة هاي وهاي الطوائر هنا صارت شوفوا هين هاي الطوائر البيض انفرد ان ذني هذا يمكن فحل عابر ما اعرف. المهم هذا اني يعني شيء على شيء شباب مسيتات خلينا نقول مسيتات تقريبا هاي الحمد لله مطبقن على حطتين فضت راحت. ذني اللي مال السباق نتفتهن كلهن هلستهن ان شاء الله للسباق يجي زين فاتح لهم فيتامين. هاي الطيور اللي بقت من الوجبة طبعا ذني الطيور نيات ذني 6 محجوزات الولد نانا بالفوج الرئاسي اخوانا الاكراد حجزهن قال الباكر يعني المفروض ادزل هي وهاي الباقيات اللي بقن بين كم فرخة راح اصعدهن فوق والبقية تم عرضهن للبيع اللي يريدهن بالعافية عليه. هذا اللي باقيات تقريبا 30 40 لان اللي باقيات اللي يريدين هم محسبين الزوج ب 25
والله بيني طيور تخبر. شوف زوجي ب25 اللي يريد نحسب لها هذا هي هذا جلدي هذا ماكو علاقه بي. هاي واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ذين ماركو علاقة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 إن ذني زوجتي دي يعتبرني قبل أن ذني ذني سوين 150 ألف والله. هاي الطير مال فاروخان وهذا الفحل ذني سوين 200 ألف مثل الوردي مباح ذني بس أنا دابين وياهم ما مصورين. هذا داب ولا هذا هم طيرة ذني جوا هم من خمسة ستة ما عدا البيض يعني اكو فد هنا 30 تقريبا او 30 زوج ب 25 الف اللي يريدينهم خليج ياخذهم. بس لا يقول لي تصور لي وما ادري شنو هالسوالف ما اصور شباب انا ذني شلت هسه مشيت لكم الكاميرا عليهم ما عاد كم تك ما عاد هاي الطوير نيات 6 طوير نيات مبيوعات البقيه يعطي هي اياها مين انا كم طوير ذني 2 4 5 6 7 8 9 10 11 تقريبا طوير ني 6 مبيوعات يعني نعطيه 5 وبين ذني. ها شوف هاي واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة ذني خبران يا طيور واي حلوة. هسه بس أفرغها من أصور لكم غير تصوير وأنشر لكم ياهم. طبعا التليفون حمى شباب راح يطفى شوية التليفون حمى راح يطفى. هذا الجولد كل ما أشوفه ما شاء الله والله ترتاح نفسيتي. هذا الفحل يذكرني بالأيام الخير كانت عندي الجولدينات خواته جلداتي. بس هذا والله شباب نفس رز هذا الفحل ضاع من عندي خليت عليه جائزة ورقتين ونص وعلى مود يطلعوه ما طلع الطير طير شايل كاسين يمي. أنا متأكد مات هذا يعني ما لزم. وإن شاء الله خير شباب اشتركوا بالقناة لايكات تعليقات وتحياتي لكم وهسه إن شاء الله اليوم أنشركم هذا المقطع وموفقين شباب موفقين. كل شخص أخذ مني حمام بالعافية عليه ان شاء الله يشوف خيرهن وان شاء الله الكل تربي مستورد وبانسب الاسعار. ماكو مستورد شباب ب30 وب40 ماكو والله ماكو. بس ان شاء الله اني بحيل الله خلي لكم اياه فلس ونص خلي العالم تتونس عليه. تحياتي لكم شباب.